السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة اليوم بنشوف نحن وياكم إن شاء الله رب العالمين كيفية تطبيق الأجهزة الداعمة لقراءة وحدة السيطرة الإلكترونية ECU عن طريق منفذ الـ OBD2. أكيد فينا نستخدم خطوط الكالاين والإللاين في حال تواجد بوحدة السيطرة الإلكترونية أو الـ ECU خط الـ إللاين، وأكيد إن كان يدعم خطوط الكانات أو الكان هاي كان لو من المفترض يكون نقدر نقراهن عن طريق منفذ وخطوط الكان هاي والكان لو. ما لح نتطرق بأمور كتير كبيرة وموسعة، لح تكون مدة الحلقة تقريبا 3 دقايق مثل ما عم نشوف هون. بعد تشغيل الباور بيتاح لنا الجهاز انه مباشرة بدون استخدام البوت مود او ما يطلق عليه اسم BSL انه تقوم بقراءة الكمبيوتر او الـ ECU او وحدة التحكم من خلال منفذ الداعم للـ OBD2. اكيد توجه لنا كتير اسئلة عن طريق كيف تعرف الخريطة، كل هيدي الأمور. كل جهاز من الأجهزة يدعم تماما الخرائط اللازمة لوحدة السيطرة الإلكترونية الخاص بقراءتها حتى تقدر تقوم بسحب الملف أو قراءة الملف وكتابته مرة أخرى بعد تعديل أجزاء من الماب عليه. بنشوفكم بحلقة تانية إن شاء الله رب العالمين. ما تنسونا أكيد بدعمكم باللايك والشير، وما تنسى تشترك بالقناة إذا كنت أول مرة بتتابعنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.